السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دايما تبقوا في سعادة وصحة وهنا العمر كله. النهاردة هعمل لكم حاجة جميلة قوي من أنواع الفطار الصبح. هو فطار بقى، عايزة تاكليها بالليل، الصبح، الظهر، براحتك تعمليها لعيالك وانت وهم رايحين المدرسة براحتك، برضو حاجة حلوة يعني، هي حاجة جميلة. أولا هعمل لكم إن شاء الله الكب كيك. الكب كيك ببيضة واحدة، بصي ده بتشتريه من عند بتاع الحلويات، وانا كنت شارياه من فتره بس مش عارفه بكام دلوقتي. المهم بتشتريه وما بيدهنش، هو كده بيجي كده وبيتعمل فيه. عايز تعملي للمره الثانيه فيه عادي، مش عايزه ترميه عادي، بس دلوقتي الحاجه غيرت يعني، يا ريت تعملي فيه لو مره ثانيه مش مشكله، ماشي؟ ده لو في البيت لو عيالك معاك، انما انت لو هتديه لحد بره خلاص بقى مش مشكله، ماشي؟ بتجيبي بقى زي دول، احنا لسه ما نعرفش نعمل قد ايه. بعد كده اللهم صل على النبي بنبتدي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه بنبتدي بيها، بصوا هي بيضه، بيضه واحده ماشي، مش اكتر يعني. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ماشي؟ بعد كده بنجيبي السكر، احنا بالظبط يعني ايه، بنحط نص كوبايه، بصي نص كوبايه سكر، هو لو يستحسن تضربيه بصراحة يعني ايه في الخلاط. بص تحطي الفانيليا، انت عايزة تضربي في الخلاط تضربي، مش عايزة هنضربهم ايه بالمضرب اللي زي ده. تفضلي بقى تضربي. بص وايه تاني بقى، اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحنا هنعدل المكرونة بس كده ايه، بصي اللهم صل على دي علبه، هحط بالظبط فيها ايه كوبايه دقيق. بصي انا مش عايزه ايه ابهدل كذا كوبايه، لا انا هعمل في اللهم صل على النبي في ايه في كوبايه واحده. بصي اهي دي عشان انا ما بهدلهاش، اهي كوبايه واحده دقيق اهي بالشكل كده، المج بتاعنا الشاي العادي. بصي اهو وبركنها دلوقتي. في بقى ايه تاني هستخدمه، العصير ده عصير استفنجي برتقان اللي انت عايزاه، بحط بالظبط بصي نص كوبايه. عايزه تحطي لبن براحتك، عايزه تحطي، بس هو يعني حلو دلوقتي البرتقان كتير، بتحطي نص كوبايه ماشي. بعد كده بتحطي برده ربع قصدي كوبايه زيت، بصي ربع اهي ربع المج، ما تحطيش زيت كتير، مج ربع المج زيت، وزيت التومين عادي ماشي. بعد كده بتضربيه وتفضلي بقى تضربي دول لحد ما الاخر خالص ايه السكر ده يدوب. انا هفضل اضربهم شويه كده بايديا عشان ما اعملش دوشه وارجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.